مثنى معي من بغداد الكاتب والمحلل السياسي السيد فلاح المشعل. أهلا بك سيد المشعل في حصاد الرشيد. ما الذي يجري في المثنى وذي قار انعكاسه على المستوى مستوى أداء الحكومة المحلية هناك برأيك؟ تفضل. نعم، شكرا جزيلا لك ولمشاهديكم الكرام. أقول حقيقة ما يحصل في المثنى ودعوة السيد حميد الياسري إلى التظاهر يوم الأربعاء المقبل والاعتصام أمام المحافظة والمطالبة بغلق مقرات الأحزاب، إلى جوار ذلك ما يحدث اليوم يعني وخلال الأيام الماضية في مدينة الناصرية، هذه جميعها حقيقة نتيجة طبيعية جدا لتراكم الفساد ولتراكم الأخطاء ولغياب الفرص، يعني فرص في توفير الإمكانيات للشباب المتخرجين أو العاقلين عن العمل في توفير الخدمات، يعني أو غياب الخدمات بصورة عامة، وخصوصا في موضوع الكهرباء، في موضوع الغلاء العام والتضخم المعيشي. هناك مشكلات حقيقية يعني بالواقع العراقي. نعم. الحكومات المحلية حقيقة لم تصغي إصغاء حقيقي وجاد إلى مطالب الناس، يعني هناك تخصيصات مالية كبيرة، هناك إمكانية أن تفتح فرص للعمل بورشات صغيرة، بمنشآت صغيرة، بمعامل، بإمكانيات يعني تشغيل ذاتي أو تشغيل للقطاع الخاص، لكن لم نجد هناك مبادرات عملية وحقيقية. يعني صحيح أن الحكومات المحلية تشكلت منذ 6 شهور أو 7 شهور، لكن هذا الموضوع اليوم حقيقة الموضوعات الحكومات المحلية الجديدة التي تشكلت لم تطرح برامج نوعية جديدة لتحريك الواقع، يعني الواقع ما زال يعني راسخ وساكن على موضوعات فساد وما فساد. يعني نحن نسمع عن أول تشكيل لمجلس المحافظة يطالب بتوفير سيارات ويطالب بقطع أراضي ويطالب، بمعنى آخر أنه مجالس المحافظات والحكومة المحلية جاءت لتخدم مصالحها وتخدم أحزابها والفرص تتاح للأحزاب. هذا الموضوع ليس وليد اليوم حقيقة، هو متراكم منذ سنوات عديدة، وحصلت هناك الانتفاضات يعني في تشرين 2019، كانت يعني إجابة صريحة وواضحة من الشعب إلى الحكومات وإلى الأحزاب إنه كفوا عن عمليات الفساد ونهب المال العام وتخصيص العقود والأموال والثروات لأحزابكم ولشركاتكم ولمصارفكم وغيرها من المشاريع الخاصة بهذه الأحزاب. نعم. ما يحصل اليوم في ذي قار وغدا في سماوة وربما في الديوانية والحلة وبغداد، هذا معطى طبيعي جدا لتراكم الفساد وتراكم الأخطاء وغياب الفرص النوعية لحياة عراقية جديدة. نعم سيد المشعل، قبل يومين حصل هناك مؤتمر أو ملتقى لمكافحة الفساد لأهمية الدور الرقابي لمجالس المحافظات. كل هذه المؤتمرات أو هذه المشاريع التي تؤدي إلى تحجيم مثلا مكافحة الفساد أو تحجيم رؤية الفساد في هذه المحافظات، كيف يتفاعل معها المواطن؟ خصوصا هناك تظاهرات، قد تكون هذه التظاهرات تمس بعض الشخصيات في هذه المحافظات أو كانت تدير من قبل بعض الشخصيات تؤثر على هذه المحافظات أو على الحكومات المحلية، كيف سيتم التعامل معها؟ خلينا نحكي أولا عن الإشكالية الموجودة في العراق حقيقة. نعم. وهذه الإشكالية يعني بدأت تنمو منذ عام 2005، يعني منذ أن تسلمت السلطات العراقية إدارة شؤون البلد من الإدارات الأمريكية السابقة أي إدارات الاحتلال. بدأت القضية بما يلي، يعني أو على الصورة التالية أو النحو التالي، أنه السلطات في المحافظات تتقاسمها الأحزاب أولا. نعم. وهذه الأحزاب تؤسس لأحزابها حقول استثمارية سواء بالصناعة بالزراعة إن وجدت حقيقة، رغم أنه الزراعة متراجعة جدا والصناعة صفر، يعني ما لا يوجد الآن، بدأت نهضة متأخرة جدا لبعض الصناعات، يعني وهي صناعات نامية وناشئة جديدة حقيقة. أقول يعني خلال سنوات تراكمت قضية معينة أنه هاي الأموال
خصوصا الأموال الاستثمارية يعني لموازنات الدولة تذهب لمشاريع وهمية وبعضها مشاريع فاشلة، وبالتالي تم نهب المليارات، يعني الحديث عن 500 و600 مليار تم توزيعها ما بين هذه الأحزاب. هذه الأحزاب ما زالت أنها تمتلك السلطة وتمتلك أدوات القمع من شرطة وبوليس ومؤسسات قمعية أخرى، وهي ما زالت مسيطرة. الإشكالية الحقيقية ينبغي أن تتصدى الكفاءات النزيهة والمستقلة لإدارة شؤون المحافظات على أقل تقدير. هسه الوزارات والله متقاسميها الكبار، الأحزاب الكبيرة يعني المتغانمين على السلطة في البلد، لكن أنت في المحافظات يعني أنت كيف تأتي بفاسد ويطلع الفاسد بقرار من النزاهة ويجي من هو أفسد منه؟ هذه إشكالية حقيقة لم تستطع هذه الأحزاب أن تحلها. ولا يمكن أن تحلها لأنها مستفيدة من هذا الواقع، وهي سبب في تراكم هذه السلبية التي تدعو الناس إلى التولي. ليش يظهر المواطن ويشعل هذه الإطارات ويقطع الطريق وغير ذلك؟ يعني العراقيين أعطوا ضحايا في 2019 في انتفاضة تشرين، عشرات ومئات من الشباب استشهدوا وجرحوا. نعم سيد المشعل، لكن بهذه لو سمحت بهذه المرحلة وبهذه الصورة نرى في الناصرية وفي المثنى هناك شرارة للتظاهر والاحتجاج مصحوبة بخسائر. ما هي الخسائر من هذه الاحتجاجات وتأثيرها على حكومة بغداد؟ بالإضافة ذكرت هناك نقطة حول الاتيان بشخصيات مناسبة في هذه إدارة هذه المناصب، سواء كانت شخصيات نزيهة بحسب وجهة نظرك أم هناك شخصيات مدنية، وهناك أيضا مطالبة من بعض الجهات في المحافظة للاتيان بشخص عسكري يدير هذه المحافظة. طبيعة هذه المحافظات وكيف سيتم التعامل وسط هذا الغليان الموجود اليوم من الشارع؟ يعني هذه حقيقة انطوت عليها رسالة السيد حميد الياسري وكانت واضحة في جملة مطالب، وهي مطالب شرعية، وهو يتخذ من الدستور سقفا لنشاطه ولفعالياته ولدعوته، لكن وأضم صوتي يعني حقيقة لمثل هذه الدعوة، لكني حقيقة أعترض على مبدأ أن يأتي قائد عسكري. القائد العسكري حينما يأتي مسؤوليته أن يقمع الموجودين حقيقة، وهذه قضية يعني درس حفظناه منذ 2003 وإلى الآن. يعني يفترض أن تتصدى لمثل هذه الإشكاليات. القائد العسكري لا يجيد إدارة المحافظة وإدارة شؤون المواطنين وعملية الإدارة، عملية يعني ليست من مهمات العسكري، إنما هذه يتصدى لها أبناء المدينة من الأكاديميين من الأساتذة. يعني اليوم في كل محافظة عراقية تقريبا موجودة جامعة، أساتذة الجامعات من الشخصيات المستقلة، ها، لأنه الجامعات أيضا كرست للأحزاب للأسف يعني، وصارت الأحزاب تبتلع الدولة، وصارت اللا دولة هي التي تسيطر على المال وعلى المناصب وعلى المواقع. لهذا حقيقة أنا أؤيد الدعوات السلمية، من تظاهر من احتجاج من اعتصام سلمي لحين تنفيذ مطالبهم. لكن السؤال الأهم يبرز هنا، كيف للحكومة أن تحقق هذه المطالب في ظل موازنة هي تعاني من عجز يبلغ 63 مليار دينار عراقي أو تريليون عراقي؟ فهذه مشكلات حقيقية يعني، وهذه المشكلات سببها أن النظام ما قادر أن يطور ويندفع إلى الأمام، إنما ثابت على آليات توزيع السلطة بين الأحزاب، وبالنتيجة ظهر هذا الفشل الكبير. يعني اليوم تشتغل حكومة السوداني لكن حجم الفراغ كبير، حجم الأزمة كبير، فمهما يعمل يبني جسور يفتح أنفاق يعمل طرق، لكن هذه يعني لا تعالج المشكلات الضاغطة على الناس اللي هي المعيشة اللي هي الكهرباء اللي هي الازدحامات وأمور أخرى كثيرة حقيقة، ربما أهمها العيش والبطالة. نعم، الباحث الكاتب والباحث السياسي والمحلل السياسي السيد فلاح المشعل، شكرا على هذه المداخلة في حصاد الرشيد.